في اكستنشن ولا حاجه؟ لا خالص. اخر مره عملتيه امتى؟ اخر مره عملته امتى؟ اكيد من فتره. نعم. هو ايه ده؟ ايه ده؟ هو الوف كده؟ لا انا بظبط بس بسرح بعد كده بظبط انا خفيف. انا عارف شغلي. سيدي هو حضرتك عندك مشكله مع ال اسمه ايه ده؟ لا 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 حبايبي العب. هو حضرتك بس عندك مشكلة. يلا حط النشاط. يلا زي ما انت زي ما انت يعني على حسب ما بفضل. يلا اقفل اقفل يا ابني الاستشوار ده يا ابني. ثانية واحدة. عايز اقلس كله كده ولا عايز اقلس ورا كله؟ الاثنين اي كده ولا لسه 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 يعني مفروض يا حبيبي معلش فيهم في كده فندم انا ده شغلي وحضرتك دايما هتيجي خلاص اول ما تخلص شعرك شوف فيهم يعني هو حضرتك شغلك هيبقى بالفرش مهند هو الويب بقى بالفرش هنبدا هنبدا نبدا شغل هنبدا شرف ده بتاع الشعر طب بقول لي شعري لو انا ما خافيش لو قصدك شعرك احنا مش في مكان يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي هاجم انا نبدا باللي ورا الاول ممكن انا لا ما تخافيش والله احنا بس المشكله ان هنا انت عارفه احنا هنا دارسين قوي في الموضوع ده ما بصي انا مش عايز زيك شايفه شعرك لا مفيش مشكله يعني شايفه انا بالنسبه لي نو كروكروم كروكروم اللي بتحط في العين ده كروكروم في حد اسمه ياسين ياسين ايه ياسين السلطان لا ده قريبك شكلي شكله قريبك والله بصي والله اهو وجعك ولا مش وجعك بنت مش طايقاك عادي ولو شديته لا ما هو حد ده شعري ما انا عارف عشان كده مش عايز زيك حط 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 خلاص حط عيش حاج عيش انت وسيب الفاشل اللي جنبك ده هتحط لي برضه اللي مش كتير ما تخافيش بس مين انا ده انا هوريك يا غبي اطلع اطلع تاني اهو بص ده بتاعي بعد اذنك خش يا طلع خش يا الفونس ومعانا طبعا صاحبك المعتاد الفونس مساء الخير انا ادلع بص اول ما نزل الواد ده البت زعقت له انت ما بتجيش غير بكده كمل عينك شد حد حرقهولي قبل كده انت في حد حرقهولي قبل كده صح حرقهولي انا حاسه ان انت اول مره تمسكوا شعري عيب عليك عيب عليك سكر 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 يا عم ايه ده سيبي بس سيبي بس اسمعي مني والله على حسابي لا 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 يعني انت جاي تعملي شعرك ليه على حسابي والله العظيم دايما انت بقى والله مش هيبوظ ده ماشي